والمجلس الإسلامي الأعلى يقترح إعادة تكوين الأساتذة. للحديث أكثر حول هذه النقاط نعود نرحب مرة ثانية بالأستاذ سيد علي دعاس، مفتش مركزي في مدى التربية الإسلامية. صباح الخير سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية سيد علي دعاس، هل لك أن تضعنا في صورة أهم النقاط التي ركز عليها المشاركون في هذا المؤتمر، المؤتمر الدولي حول تدريس التربية الإسلامية، وما الهدف منه في هذه الآونة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لابد أن نعود إلى أن الإسلام هو دين الدولة بمقتضى المادة الثانية من الدستور، ومعنى هذا أن الإسلام ومفاهيمه وتربية النشأ عليه ليس حكرا على وزارة التربية الوطنية. والمجلس الإسلامي الأعلى بصفته هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية من واجبه المحافظة على ثوابت الهوية الجزائرية. ولما فكر في تنظيم هذا المؤتمر الدولي واستدعى وزارة التربية الوطنية وعدة وزارة أخرى، لبت وزارة التربية الوطنية وشاركت في هذا المؤتمر من خلال ممثلين الذين أشكل أحدهم. فالفكرة هي أن ما هو واقع تدريس التربية الإسلامية؟ تدريس التربية الإسلامية في المؤسسات الرسمية، أي خارج إطار الوزارات، خارج إطار الدولة، في العالم الإسلامي ككل، ليس في الدول الإسلامية العربية فقط بل حتى في دول أخرى. مثلا حضروا معنا ممثل صربيا، ممثل كرواتيا، حضروا معنا مثلا من السويد، وين تدرس التربية الإسلامية في الجاليات. الفكرة هي أننا نلقي نظرة حول مواضيع تدريس التربية الإسلامية في كل دول العالم الإسلامي ونقارن أنفسنا مع هذه الدول. هل نحن في مستوى أقل من مستوى؟ ما هي تجربة تلك الدول؟ استمعنا إلى تجربة مثلا المملكة العربية السعودية، استمعنا إلى سوريا، تجربة وزير الأوقاف السوري ذكر مثلا تجربة في صربيا، كثير من الدول، واليوم ما زالت الأشغال جارية تستمر من أجل أن نخرج في النهاية بتوصيات، ببيان موحد لكل هذه الدول حول أهمية تدريس التربية الإسلامية وفائدتها، لأن الإسلام ليس حكرا على أمة على دولة بعينها بل هو ملك الأمة الإسلامية ككل. طيب مقارنة بدول التي شاركت في هذا المؤتمر، نجد بحسب تصريح رئيس مجلس الإسلامي الأعلى قال بأنه إذا تحدثنا عن المناهج، مناهج التربوية في تدريس مادة التربية الإسلامية اعتبرها مقبولة، لكن لابد من أن يكون هناك إعادة تكوين للأساتذة من جهة وتحيين كل هذه المناهج بما يتماشى مع التحديات المقبلة. ما تعليقكم في حول هذه النقطة؟ لأنه مدى التدريس التربية الإسلامية مؤخرا أثارت الكثير من الجدل في الأوساط التربوية. طبعا تدريس التربية الإسلامية تثير جدل لأنها تمس كل المجتمع الجزائري. يعني نحن الحمد لله أمة مسلمة وبالتالي شيء طبيعي. لأن لما نتكلموا عن المناهج، الكمال لله، كل عمل بشري ناقص يعتريه النقص أحببنا أم كرهنا. وتنصيب مؤخرا يعني في بداية السنة هذه تم تنصيب المجلس الوطني للبرامج، من قبل كانت عندنا اللجنة الوطنية للمناهج قبل صدور القانون التوجيهي لظرف 2008. فهذا المجلس الوطني للبرامج بمجرد تنصيبه أول مهامه ورسالة المهمة التي وجهت له من طرف وزارة التربية الوطنية هي مراجعة هذه المناهج التي نصطلح عليها مناهج جيل ثاني، مراجعتها. ولذلك تم تأخير صدور كتابي سنة الخامسة ابتدائي وسنة الرابعة متوسط في كل مواد حتى تتم مراجعة هذه المناهج. شيء طبيعي، نحن لا نهرب مراجعة من طرف أخصائيين، باحثين جامعيين، دكاترة، ممثلين لكل الوزارات بما فيها ممثل المجلس الإسلامي الأعلى في هذا المجلس الوطني للبرامج. وبعد ذلك يتم الموافقة على المناهج المراجعة ويتم تصليح ما رأيناه من نقص، وهذا هو شيء طبيعي والوزارة لا تهرب من ذلك. هل في كمية الساعات، في عدد أو الحجم الساعي للساعات اللي واجب تدريسها للطلبة في المؤسسات التربوية، أم أنه كما تفضلت وقلت أن النقص يمس في طبيعة المناهج والدروس التي أصبحت تدرج في الكتب، كتب التربية الإسلامية، أين يكون الخلل؟ نحن لا يمكن أن نقول خلل لأن هذه تعود إلى وجهات نقص أو ممكن يجب تداركه في الأعوام القادمة. هي كاين وجهات نظر، والإنسان الذي يكون خارج وزارة التربية، خارج حقل إعداد المناهج والخريطة المدرسية، قد تغيب عنه كثير من الأمور. لما نقول نضيف ساعة مثلا في المتوسط عندنا ساعة، هي لا كافية، ليست كافية، نحن نقر بأنها غير كافية ساعة تربية إسلامية في الأسبوع. لكن إضافة ساعة لمادة التربية الإسلامية لابد أن يقابله حذف ساعة من مادة أخرى، لأن الحجم الساعي الأسبوعي للتلميذ لا يمكن أن نتجاوزه، هذا خلاص متعارف عليه. فلما أضيف ساعة للتربية الإسلامية علي أن أنقص ساعة لمادة أخرى، سيقع في خلالين. الخلل الأول، إنقاص ساعة لمادة معناها أننا سننقص عدد الأساتذة على مستوى الوطني
تنقص ساعه مناصب كثيره، لكن في كثير يرى بان الاولويه لتدريس هذه الماده مدى التربيه الاسلاميه لانها من المواد المهمه التي تعتمد على تربيه النشء المستقبل في ظل التحديات اللي اصبحنا نعيشها اليوم، المذهبيات المختلفه الى غير ذلك. لابد ان جيل المستقبل يكون هناك تغذيه من الناحيه الدينيه تشمل كل الاطر، حتى تكون هناك تربيه سويه دينيه سليمه تحمي هذا الفرد اللي قلنا تلميذ اليوم وراح يكون رجل الغد وراح يكون مستقبل هذا البلد. وأنا أتفق معك، لكن قلت لك المشكل تقني. في البداية قلت لك نحن نعترف بأنها قليلة، لكن إذا ركزنا هذه المهمة التي تتكلمين عنها في وزارة التربية فقط، ما هو دور المسجد؟ ما هو دور الأسرة؟ ما هو دور المجتمع؟ كنك حلقة تكميلية، لأنه حتى دور المساجد في كل مرة يقول لك المسجد وحده أكيد يروج لهذا الخطاب الديني السوي، لكن يقول لك في تضافر كافة الجهود إذا بدينا بالتربية إلى غير ذلك، لأنه اليوم أصبحنا في مجتمع حلقة تكاملية، الكل البعض إلى غير ذلك، من خلال إشراك كل هذه الفئات بإمكاننا أن نخرج بمشروع بناء بعيدا عن الانتقادات. أنا أقول لك أن التربية الإسلامية تدرس في المرحلة، في مراحل التعليم في الجزائر، في المرحلة كلها من سنة أولى ابتدائي إلى سنة ثالثة ثانوي. لو نحسبه يعني عندك في سنة أولى يدرس ساعة ونصف في الأسبوع، عند ساعات 45 دقيقة، معناتها حصتين في الأسبوع، متوسط ساعة، لكن في الثانوي ساعتين، ما عدا عن الجزء المشترك أولى علوم في ساعة، هذا خطأ تقني وقع إن شاء الله سيتم تداركه مستقبلا. فالآن لما نحسب هذا المجموع ككل، نحن لا نقول بأنه كافي، إلا أن على الأقل التلميذ مرة في الأسبوع في المتوسط يتذكر الله سبحانه وتعالى ويكون فيه ربط مع دينه، مع مرجعيته، على الأقل مرة في الأسبوع. هذه لا نحن لا ننكر، قلت لا ننكر، لكن مشكل تقني. إضافة ساعة نجيبها ساعتين سيكون على حساب مادة أخرى، نحن لا نعرف ما هي هذه المادة التي نضحي بها نحو لا ساعة. سأقولت يحدث مشكل تقني، وهو أنه لابد أن نتخلى عن المناصب. لما تزيد ساعة سهل بس تزيد مناصب، بصح باش تنحي مناصب مش أمر سهل. هذا خلل من أشياء كثيرة تقنية، لكن المبدأ ككل نحن متفقين على أن ساعة لا تكفي. طيب، مقارنة بدول أخرى في مجال تدريس مادة التربية الإسلامية، بأنكم اجتمعتم مع العديد من الدول وكل دولة قدمت تجربتها، على غرار بأنه رئيس مجلس الإسلام الأعلى قال بأنه لا نقبل أي إملاءات خارجية فيما يتعلق بتدريس مادة التربية الإسلامية. يعني الآن لما نسمع الدول، كاين دول لغات مادة التربية الإسلامية، سمتها التربية أخلاقية، كاين سمتها مادة الأخلاق، كاين اللي يسموها مادة الحضارة، كاين بعض الدول أصلا ما تقدرش تدير تربية إسلامية، يسموها التربية الدينية، لأن عندهم طوائف، مثلا عندهم مسيحيين، عندهم مسلمين، عندهم أقباط، فالتربية الدينية كل طائفة تقرأ تربيتها خاصة. الجزائر لنا خصوصية، يعني غالبية الشعب الجزائري مسلم، التربية الإسلامية شيء مقدس عندنا، والوزيرة كررتها أكثر مرة، قالت مادة التربية الإسلامية مقدسة، هذه قالتها مقدسة ما نمسوهاش. الآن هل تم حذف شيء من برنامج التربية الإسلامية من الآن الوزارة؟ لم تحذف، لم تنقص، بالعكس راهو الاهتمام بمادة التربية الإسلامية. وهذا المؤتمر يعني المشاركة وزارة التربية في المؤتمر تقريبا كانت 50%، مفتشي التربية الوطنية مادة العلوم الإسلامية حضروا، مفتشي التعليم المتوسط الابتدائي، أساتذة من الثانوي من المتوسط من الابتدائي، المجلس الوطني للبرامج حضرت السيدة غطاش الشريفة رئيسة المجلس، حضرت في المؤتمر بالأمس الافتتاح وما زلت إلى اليوم، الأمين العام للمجلس، أعضاء المجموعة الوطنية اللجنة الوطنية المتخصصة في التربية الإسلامية للمجلس حاضرة بكاملها بكل أعضائها. يعني الآن وزارة التربية تهتم بهذا الموضوع وهي تسعى من أجل أن ترفع المستوى، لكن الشيء اللي موجود نحن نتقبل النقد، نسمع النقد ونحاول نحسنه إن شاء الله، وكلنا غيورين على الدين تاعنا. يعني واحد يجي يشكك لي شكني في التربية الإسلامية كأنه يشككني في انتسابي إلى الإسلام، وهذا شيء موش أمر هين. طيب، خطوة أخرى قدمت عليهم وزارة التربية وبصفتكم مفتش مركزي في مدى التربية الإسلامية وكذلك رئيس المنهج التربوي، ما حابين توضيح فيما يتعلق بفرائض الوضوء في مناهج الجيل الثاني، هل تم حذفها لأن التلميذ أصبح لا يفهمها؟ نقطة توضيحية في هذا الموضوع. إذا تسمحي لي كلام موجه ليس فقط لصحفي النهار بل صحفي كل صحف، يعني بعض الحين نديروا لقاءات نعطيه كلام يقتطعون منه جزء ويتركون الباقي. فرائض الوضوء لما تكلمت، هذا سؤال وجه إلي أمام عدة قنوات، قلت بأن علينا في التربية الإسلامية أن نراعي المراحل العمرية للتلميذ. أنا التلميذ في سنتين ابتدائي جبت معايا المنهاج أو المنهاج كل المواد التربية الإسلامية، روحوا السنة الثانية واش نلقاو؟ مكتوب في العبادات تعلم كيفية الوضوء، تعلم كيفية الصلاة. أنا تلميذ سنة ثانية ابتدائي، سنة أولى نقول له بلي الصلوات كاين خمسة، خلاص بزاف عليه،
لانه 6 سنين مش مطالب بالصلاه. لما يلحق السنه الثانيه ما عندها 7 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا ابنائكم صلاه في 70 صحيح واضربوهم عليها في 20. انا الان كيفاش نفرض عليه فرائض الوضوء يحفظها والسنن وكذا؟ هو موش يفرق بين الفرض والسنه. نعطي له كيفاش يصلي، كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه واش قالهم؟ صلوا كما رايتموني اصلي، ما قالهمش هاي الفرائض وهي السنن. لما التلميذ يطلع من مستوى الحق 10 سنين نزيدوا نعلموا له الصلاه بالتفصيل، لما يلحق المتوسط نعطيه له كسع الفرائض والسنن. حنا نلقى عنوان حد فرائض الوضوء، درس ما كانش درس فرائض الوضوء، لا يوجد درس، هو عنصر في درس الوضوء. يعني هل تم تاويل ما صرحتم به في هذا الموضوع؟ لا، لانه لم يتم ليست إكمال حقيقه بانه تم حد فرائض الوضوء في المنهج الثاني. هذه مراحل تدريس الماده. الان مثلا يجي واحد نسمع واحد يقول لك هدفه درس التوحيد مثلا، ولا درس القضاء والقدر، ولا درس اليوم الاخر. حنا الدرس مثلا حديث اركان الاسلام نقسمه على 5 سنوات الابتدائي، كل سنه يقرا ركن. حديث الاركان الست للايمان كل سنه ندرسه ركن او ركنين، نبدا له بالتوحيد وناخر له بالسنه، لانه نعطي التلميذ نتكلموا على اليوم الاخر انا في سنه ثالثه ابتدائي، نتكلموا على القيامه وعلى الاخره مستحيل، فلازم نراعي المراحل العمريه للتلميذ. فكثير من الناس يحكموا كتاب يقول لك الاركان داروا غير ركن واحد فقط. انسان او المنهاج راح نترك لكم في قناه النهار كله، كل المواد موجوده هكذا في واحد اخر. طيب كسؤال اخير سيد سيد علي دعاس، امام كل ما نقدرش نقول جدل لكن فيه اراء واراء اخرى اليوم تدريس ماده التربيه الاسلاميه، كتقييمكم لهذا المناهج الجديده، وكيف بامكانها حقيقه ان تحافظ على هذه الماده؟ اولا نحن لابد ان نصحح مغلوم هذه معلومه، المناهج ليست جديده، هذه مناهج موجوده من قبل، وانما تم اعاده قراءتها. كثير من الناس لما يسمعوا مناهج الجيل الثاني يفهموا بلي جبنا جيل جديد. هذا الجيل الثاني بعد الاصلاح، لانه بعد ما تم الاصلاح صدر الجيل الاول، ثم الان سميت جيل ثاني هي اصلاح فقط. عودنا راجعنا هذه المراجعات كل 10 سنوات كاين مراجعه، تمت مراجعتها، قدمت بعض الدروس، أخرت بعض الدروس، حذفت بعض العناصر من الدروس، جات دروس جديدة تلائم المرحلة، فقط هذا ما كان. أما يخص التربية الإسلامية أنا لا أقول أنني راضي 100%، مستحيل نرضاو، لكن سيتم تدارك احنا دائما هذا المجلس المستقبل. المجلس الوطني نصب واللجنة راهي تعمل من أجل التدارك، ما كاين نقص، ونقبل النقد من كل الأطراف، كل واحد يقدم نقد أهلا وسهلا، لكن النقد بناء ليس من أجل فقط النقد، من أجل الظهور والانتقاد والسلام. جزيل الشكر لك سيد سيد علي دعاس مفتش مركزي في مدى التربية الإسلامية على كل هذه التفاصيل اللي قدمتها بخصوص هذا الموضوع، ابقى معنا.